لا شك أنه استخدم الدوران الأمامي. وقد يقوم بالحركتين. وقد يكون نوعا فريدا من البلابل، يمكن إطلاقه ليدور إلى الجهتين معا. معك حق، أنا حائم الدوران الأمامي والخلفي. هذا هو بلبل الفارس أيها السادة. الفارس يستخدم الدوران العكسي في هجومه ليضغط على الشعلة ويقذفه بعيدا. بلبل يمكنه الدوران في الاتجاهين معا، إذن إنه يشبه بلبل جوليان مدمر الجاذبية. أخبرني، ألم يكن هناك بلبل معروف في أوروبا يدعى ستيل الجبابرة ومخفي في جبل لئلا يتمكن أحد من السيطرة عليه؟ تماما، كما كان حصان المجرة مخفيا في قدر